الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. أصلي وأسلم على النبي الهدى المبعوث رحمة للعالمين. ثم أما بعد، الأخ الكريم سعادة اللواء حقوقي حاتم الوسيلة الشيخ السماني والي ولاية نهر النيل، الأخوة الكرام وزراء هذه الحكومة، حكومة الأخ اللواء حقوقي حاتم الوسيلة حكومة ولاية نهر النيل، الأخوة معتمد شندي ومعتمد المتنبة، إخوة الكرام الأخ البروفيسور تيسير مدير جامعة شندي، الأخ الكريم البروفيسور محمد لمين مدير جامعة عبد اللطيف الحمد، الأخ الكريم مدير جامعة وادي النيل، الأخوة الممثلين مدراء الجامعات في هذا القطاع، إخوة الكرام الأفاضل الأساتذة الأجلاء علماء الأمة ومدى الكليات رؤساء الأقسام، إخوة الكرام ومدى شؤون الطلاب بجامعات القطاع الشمالي، المشرفين الرياضيين والثقافيين، أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات في هذه الجامعات الخمسة والست، الأهل العشيرة، أسر طلاب جامعات القطاع الشمالي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد أن أكون بينكم في هذه المرة الثانية في القطاع الشمالي، بعد أن كنا في العام الماضي محتفلين بنفس هذه التظاهرة الكبرى في جامعة وادي النيل. تحية مستحقة للأخ رئيس الجمهورية لابتداعه هذه الفكرة، فكرة البحث عن وسيلة لجمع طلابنا وجمع الصف الوطني، وانتهى قراره رقم 254 لسنة 2019-2015 بابتداء دورة الجامعات للإبداع الطلابي الثقافي الرياضي العلمي الفني، والتكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإشراف على هذه الدورة. كنا نبشر في العام الماضي بهذه الدورة وبهذا المهرجان، ولكن يبدو من الواقع ومن الحقيقة الماثلة أن التجربة قد ثبتت وأن هذه المظاهرة الكبرى قد نجحت ووصلت إلى مراميها. وما هذا الإبداع وهذه الأسر التي تقف خلف أبنائها الذين أراهم من خلف اللمبات الجاهرة هذه إلا دليل على نجاح هذه الفكرة. هنيئا لك الأخ الرئيس لتكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذه المهمة. يا إخوة الكرام، إنه من دواعي سرورنا أن نكون في جامعة شندي في خواتيم مستوى القطاعات، هذه القطاعات الخمس في هذه الأمسية نصل إلى نهاياتها لنعد العدة للمستوى القومي، حيث يشرف الأخ النائب الأول لرئيس الجمهورية ويوزع جوائز رئاسة الجمهورية للفائزين. هذه الجامعة التي استضافت جامعات القطاع الشمالي تستحق منا كل الشكر والتقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وما هذا الاستمتاع بهذا الجو، هذا الجو الجميل، إلا إعداد فئة من شبابنا وأساتذتنا والذين عملوا بالنكران ذات لكي تكون لهذه الجلسة معنا ولنحقق هذه الأمنية. أنا أحيي من ها هنا الجنود المجهولين الذين لم تذكر أسماءهم، لم تذكر أسماءهم، ليعملوا بإنتاج هذا العمل الكبير. أن هذه الدورة في تقديري قد حققت أهدافها الآن. إن لم تكن إلا هذه الفعاليات التي ظهرت وهذه الأنشطة التي رأيناها من طلابنا وطالباتنا إلا هو دليل على نجاح هذه الدورة، دورة الجامعات في نسختها الخامسة.
هنيئا لك الاخ الدكتور البروفيسور بتاع ياسر لهذا الانتاج العظيم ولهذا النجاح العظيم. من خلفك كل العاملين معك في اداره هذه الجامعه وكل الطلاب والطالبات وكل العاملين وكل مجتمع شندي العريقه، وهنيئا لكم بالفوز هذا المساء ببطولة كرة القدم، واتمنى لكم نجاحا ان شاء الله على مستوى القومي. احنا في تقديرنا ان هذا هو الدليل وهذا هو الطريق لجمع الصف الوطني. بلادنا مستهدفة من قبل دول عظمى تريد ان نكون مسخا للاخرين، ان لا نكون ذاتنا، ان نكون مقلدين للاخرين، نودع قيمنا وثقافاتنا التي رايناها قبل قليل لكي ناخذ من ثقافات أطلسية تضيع قيمنا وديننا. هنيئا لكم ابنائي وبناتي لهذه التظاهر الكبرى ولهذه الفعاليات والأنشطة التي قدمتموها، هي أنشطة مهمة، أنشطة لا صفية مكملة لشخصياتكم. نحن لا نقدم الطبيب فقط، ولكن الطبيب المبدع والمهندس المبدع والقانون المبدع والاقتصاد المبدع الذي تكتمل شخصيته بالأخذ بقبس من هذا النوع من النشاط اللا صفي. احنا في تقديرنا نجاحنا في تحريك المجتمع السوداني في قطاعات مختلفة. احنا جبنا السودان طولا وعرضا لصنهد الهمم ونشهد الهمم لنوحد صفنا بعد ان تكالبت علينا كثير من الامم تريد ان تشق صفنا، تريد ان تشطر المشطر وتجزئ المجزئ. لذلك بهذه التظاهر الكبرى نطمئن بان قواعدنا، بأن شعبنا، بأن شخوصنا كلها تكون مجتمعة على قلب رجل واحد لنحمي هذا البلد ونحمله في حدقات العيون. هذه الأنشطة التي قدمها والسلام الجمهوري الذي قدمه طلابنا لهو دليل على أن هذا الأمر يوحد وجداننا كسودانيين ويعمل على خلق وجدان مشترك لكل أبناء السودان، بعيدا عن الجهوية وبعيدا عن الحزبية وبعيدا عن القبلية. احنا نعزز الولاء للوطن والولاء للمؤسسات التي ننتمي اليها. هذه الجامعات قبل بضع سنين كان الطلاب حينما يغضب من بعض اساتذتهم يحرقون المكتبات، يحرقون مكاتب عمداء الكليات. الان بهذه الكيفية من جمع الصف بين الطلبة واساتذتهم، لا اعتقد ان طالبا نصيحا راشدا يمكن ان يلقي بحجر على مكتب عميد الطلاب او يمارس العنف الطلابي او يعمل من اي شيء يمكن ان يفرق بين وحده ابناء هذه الجامعه التي ينتمون اليها. احنا ايضا بهذه الفعاليات وهذه الانشطه نثقل المواهب الطلابيه العلميه الثقافيه الرياضيه. يا جماعه اي انسان ربنا اداه بعض الملكات والمواهب التي يتميز بها عن الآخرين، لذلك هذه فرصة نادرة لتمكين كل أبنائنا على مستوى الجامعات في هذا العمر من 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 عمرهم هم مارين على مستوى الجامعات، أننا يمكن نكتشف هذه المواهب نشجعها ونصقلها عشان يكون الطالب مكمل الشخصية بكثير من العلوم والمعارف والأنشطة اللاصفية. ايضا نحن نريد ان نعالج كثير من قضايانا بطريقه علميه، وبالتالي نشجع البحث العلمي بين طلابنا واتخاذ العلميه في اتخاذ القرارات. ليس من الحكمه في شيء ان نقفز فوق الحقائق لنصل الى نتائج هشه، ليس ذلك من ديدن العلماء. لذلك احنا ننشي هذه الملكه في طلابنا، هم الذين يتخذون هذه القرارات بعيدا عن العاطفة، بعيدا عن القفز فوق هذه الحقائق الغير مثبتة. لذلك نسعى من خلال هذه الدورة الرياضية العلمية الثقافية الفنية لإحداث تغيير ثقافي وسط طلابنا. الطالب الذي يأتي إلى هذه الجامعة أو لتلك الجامعة
يأتي بخلفيات معينة، ولكنه حينما يقضي هذه الفترة المحددة في الجامعة من خلال هذه المناشط الطلابية يمكن أن يخرج طالبا آخر غير الطالب الذي أتانا قبل 4 سنوات. الطالب الذي يقول هل أنا إلا من الطالب العادي، بجي بمخلفات وبجي من خلفيات ثقافية مختلفة، بجي من خلفيات فيها كثير من الصراعات لربما، ولكن هذه الجامعة أو تلك الكلية هي التي تأخذ بيده من خلال هذه المناشط الطلابية الكبرى وتصقله وتخرجه طالبا عالما مدركا مثقفا واعيا يحمل السودان في حدقات العيون، ليس طالبا إمعا يسير مع الناس حيث ساروا. هل أنا إلا من غزية إن غزت غزوته وإن ترشد غزية أرشده. أنا ما أعتقد أن طالب علمي، طالب طبيب ولا مهندس ولا اقتصادي ولا يدرس أي واحد من مواد تدرس على مستوى الجامعة يمكن يكون ذول إمعا، يكون تابع التابعين يشيل سلاح ويمشي يقاتل مع قبيلته لأنه هو من غزية أو هو من قبيلة كذا، لأنه الذين فعلوا هذا هو ما هو إلا واحد منهم. أنا أعتقد أننا أمام فرصة تاريخية لكي نستغل طلابنا في هذا العمر، هذه الفئة العمرية، لكي نصقلهم وناخذ بهم إلى بر الأمان ليحملوا هذا السودان في وضع يمكن أن نمكنه أن يكون عنده مساحة تحت الشمس. الطالب الذي يأتي إلى هذه الجامعات بالطريقة العلمية يمكن أن يقضي أو يمكن أن يتخلص من كثير من قضايا المخدرات والصراعات القبلية والعنف الطلابي والغلو والتطرف والتجنيد لبعض الاستقطاب لبعض الجماعات. أنا سعيد غاية السعادة أن نصل في هذه الأمسية إلى نهاية مستوى القطاعات، ولكننا نريد في نهاية مطافنا أن نقول الذي شاهدناه كان كافيا لكي نظن ظنا بأن لجان التحكيم لربما تصل إلى نهاية أن ما شاهدناه هو يجي الأول على مستوى رئاسة الجمهورية على مستوى القطر إن شاء الله بإذن تعالى بإذن تعالى. الشكر لا بد أن نزديه لكل كل الذين شاركوا على مستوى قطاع الشمال، كل الأساتذة الأجلاء ومدعى الكليات ومناشئون العلمية مشرفي القطاعات على مستوى الرياضة والفن والثقافة، أسر الطلاب الذين وقفوا خلفهم، الإخوة الذين شاركوا معنا في نقل هذه التظاهرة بالأسافير إلى خارج الوطن وإلى داخل الوطن، الإخوة في وسائل الإعلام المختلفة تحية خاصة لهم. أنا أعتقد أن الذي يدور ها هنا إذا لم يتم نقله بفعالية وبأمانة لربما يكون كحديث للخرساء، لذلك أنا أشكر لهم نقلهم المباشر لهذه التظاهر الكبرى ولهم منا كل التجلة والتقدير. التحية لكم بناتي وأبنائي الطلاب والطالبات لما قدمتموه من أنشطة، هذه كلها إن شاء الله بإذن تعالى ستكون رصيد لكم في مستقبل حياتكم. التحية لكل الجنود المشهولين الذين عاملوا لإنجاح هذه التظاهر الكبرى. التحية لك أخي الوالي اللواء حاتم الوسيلة السماني لوقوفك بصلابة خلف هذه الجامعة، والتأكيد أن جامعة شندي هي جامعة قومية موجودة في ولاية نهر النيل، ولكنها تؤدي رسالة نحو المجتمع الذي من حولها، وأنتم من خلف هذه التظاهرة من خلف هذا النجاح الكبير، فهنيئا لك أخي العزيز بروفيسور تيسر لوقوفك مع كل هذا العمل الذي نراه الآن. أنا والله في الحقيقة أسعد أن أكون شاهدا لهذه المنافسات التي جرت أمامنا الآن. لا أملك إلا أن أتبرع لهذه الجامعة بمبلغ 200,000 جنيه لتقديم للطلاب الذين شاركوا في هذا العمل الكبير، وهذا قليل ما نقدمه إن شاء الله بإذن تعالى. قل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.